جديد لرئيس الجمهورية خلال لقائه بوزير العدل ووزير الداخلية، يقول أنه وجب تفكيك الشبكات اللي قاعدة تستولى على الزيت المدعم اللي هو معناتها حق المواطن التونسي. يقول أنه المجموعة الوطنية معناتها دافعة آلاف المليارات، لكن من غير المعقول أنه زيت الحاكم ماهوش موجود في المحلات التجارية. شنو رأيك؟ هو رأي واضح لكل المواطنين اللي يكون ياخذ في إترة الزيت 900 فرنك يولي ياخذها ب 7000 فرنك، المواطن ما ينجم يعمل شيء. نتسائل كيفاش ينجم يعيش المواطن؟ كيش على الطبقة الغنية واللي يقدر واللي توا ناس كل عايشة، ما كيفاش عايشة الله أعلم الله أعلم. ولذا ثم نقطة استفهام كبيرة ويلزم مراجعتها جذريا، معناها تشوفها ماهيش لعبة. خاطر المواطن قاعد يجوع وقاعد يدين ويغرق 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 والله اعلم النهايه فين. البلاد بلاد خير فيها كل شيء، ولكن فما ناس قاعده تستغل في المواطن، مش تستغل واصبحوا اثرياء الاثرياء من الى احتكار في اي حاجه احتكروه، حتى الملح. اي حاجه في تونس اصبحنا ولينا نعانيوا منها، نعانيوا من كل شيء، من الدور يعني المعيشة المواطن التونسي أصبحت ثقيلة ثقيلة ثقيلة، واللي كيطلع النهار يخم 5 4 ما عادش تشري حتى شيء في أي حاجة. وأي حاجة من الثمرات يعني من المنتوج التونسي، في عوض نحن نفرحوا بالحاجة اللي تجينا من منتوجنا باش برفق الأسهم، وتصبح زيت الزيتونة ب 25 دينار. يعني الواحد مش ياخذ 10 ليترات قد 250 دينار، زعما عنده هو 250 دينار. يعني بلادك منتوج بلادك الكرموس يعني اللي تصبر ما عند ربي باع لي وسل ب 15 دينار. الهندي كذلك، لا تهز لا تحم ولا تسقي لا تعمل حتى شيء، ملوح في جبل هندي. سمعت شي نهار هندي واحد رعاه اصبح لك الحارب ب 4000 يعني بحيط، وهذه استغلال فاحش في البلاد. مالوغوزمون هذاك هو الموجود معناتها، فهمت؟ بون فرحنا كي سمعنا احنا الخطاب اللي اعطاه السيد الرئيس الحق، قلنا اوموا خلي يهبط بعد ايه زيت زيتونة لتر ب 30000، فهمت؟ بون زيت زيتونة هذاك ماهوش حاجة ضرورية، ما زيت الاخر معناتها قوت المواطن، حاجة المواطن هذا قوت المواطن، فهمت؟ واحنا موجود في بلادنا معناتها، فهمت؟ موجود حقهم يوفرونا بأي طرق. هو عنده الحق وكلنا عندنا الحق في هذايا الكل، كلنا نطالبوا به، فهمتني؟ ماذا بينا كان نفكوها هالشبكات هذيا نتاع اللوبيات هذوما، فهمتني؟ نفكوهم وخلي المواطن يعيش كيف ما كنا نعيشوا قبل بالبساطة واحنا مرتاحين، لا مخ يخمم ولا حتى شيء، يعني كل شيء متوفر ورخيص وكل شيء. متى ولينا اللطف يا ربي؟ اللي ما عندوش ما عادش يخلط. هو موجود كل شيء، زيت مدعم مش مدعم، يهربوا فيه الليبي والجزائر، فهمتني؟ يبيعوا فيه منشنوار، والأغلبين كلهم مخزنين في الدبويات ما يظهروش. بالنسبة لقيس سعيد، قيس سعيد بالشامل، قيس سعيد بالنسبة ولوزير الداخلية، زيت موجود، كل شيء موجود. ما ثماش حاجة مش موجودة في تونس، أما يهربوا فيه ليبيا، يهربوا فيه أي مكان يهربوا فيه بالسرقة. موجودة 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 موجودة، أما واحد باش يقول فما ربي وكهو، موجودة. إن شاء الله ربي يوفقوا، إن شاء الله ربي يقوي عليهم وكهو. المواد الأساسية اللي هي نورمالمون فيها أزمة، لأنه التونسي قاعد يتشكى يقول لك الحاجة باش نمشي نشريها ما نلقاهاش، وخاصة نحكي وزادة على الزيت المدعم. زيت المدعم ما فماش، صحيح ما فماش، مش موجود مفقود. أما بالنسبة للمواد الأخرين موجودين، أما العباد تهز بكثرة. يعني اللهفة. لهفة ولا اللهفة، أما موجود كل شيء. أما يهزوا ما يهزش كيلو سكر ولا زوز كيلو، يهز بالأربعة بالخمسة، فهمت؟ يقول قايل علاش التونسي ولا ملهوف هيك؟ هكاك رغبة، ديما نحن شعب تونسي ما يشبعش، الحمد لله ما يقولهاش. أما زيت لي، زيت مش ما موجود، صحيح مش موجود، نورمالمون هذاك راهو موفر. فما ناس ما تقدرش على فوالا، تقدر على دبوزة بدينار خير ملي 5 ليترات ب 30 وب 25، فهمت؟ حالة تأسف أنا نشوف، خاطر نسمع يقولوا كل شيء ستوكي غير بركة ما يخرجوه، وشو يحبوا يغليوه في السوم بالعاني. دونك الشعب مش اللي تقولي الفقير ما عادش يعيش، هو المتوسط لا كلاس موين ما عادش نجم يعيش خالته. يعني شيء أسف في تونس، تبدلت تونس، هلكوها نعرفش شنو. إن شاء الله إن شاء الله سي قيس سعيدي يعمل اللازم ويرجع يرجع الأمان ويرجع كومون ديراج لو بوفوار
دو في. كل شيء مفقود، ولينا كي نمشيو للعطار نقولوا له عندك الممنوع، الزبده، السكر، الروز، ما عادش نقولوا عندك، نقولوا عندك الممنوعات بالضبط، فهمتني؟ خاطر ما عاد حتى شيء تلقاه، وحتى كي باش تلقاه راهو بال كما نقولوا احنا بالوجوه، بالكتاب، بالمعارف هكا، فهمتني؟ باش تحصل على باكو زبده ولا باكو حليب. اليوم انت كمواطن تونسي باش توصل تتحصل على دبوزه زيت مدعم، قداش تبقى باش تتحصل على دبوزة؟ عندي عامر تهيش، يشهد علي يا رب، يشهد علي ربي، عندي عامر واكثر، نتمنى باش نلقى دبوزه بس عم بشويق ثاني ما ريتهاش. كيفاش تتصرف في الكهذية؟ كيفاش العائله؟ كيفاش يكفي؟ خلينا نحكي على عظم، نمشي على العظم. انا ندخل كوجينا نتوحش دبوزه زيت ما راهيش، نحب نعمل حاجه متكع بعظم ما راهيش. العجه تو ب 10000 فرنك وجبه، يعني غليه غليه غليه، فات تاخد يعني فات تاخد المرتب الموالعات. يعني انت انسان تعطيه 20 و450 في الشهر، كيلو لحم ب 45، الكيلو اغلى من شهرين تاعي، يعني اكثر من نهاري الدوبل. يعني المواطن اكثر واحد عادي يعني قطاع خاص يعني نخدم 15 دينار او 20 دينار، 600000 بالشهر. انا نهاري ب 20، كيلو لحم ب 45، تو هذه تو هذه فما توازن. ايش تعملوا يا رسول الله؟ كي تعملوا بالكثير على الاقل اللي عنده 20 يشتهي مره في الجمعه، مره في الشهر ياخذ ب 2000 فرنك، يخدم شيخ حتى ب 3000 فرنك، وصلته ب 45 دينار وهو نهاره ب 20 دينار، اللي يموت ما عادش ياكل. اللي يموت ما عادش ياكل، ما عادش ياكل. انا لما نلقاها الجمله فهمت، مشيت ما نكذبش عليك نتاع المرسى، مشيت نتاع كرد ما لقيتوش، فهمت؟ سو كيفاه قاعده نستعمل في الزيت زيتونه للماكله اوبليجي، خاطر واحد مشى ولقى لي نحيناه جمله، ولينا كل شيء مشوي مشوي مشوي، كل شيء معناتها لقى لي نحيناه كومبليتمون، فهمت؟ مش يقعد واحد دي جور دي جور يبدا مضيع وقته على الزيت وعلى السكر، سي با، فهمت؟ اموره الكل تقف. من قبل ما يتقطع الزيت المدعم احنا ما في منطقتنا مش موجود، هما شو يقولوا؟ يقولوا موجود في المناطق الضعيفه ضعيفه، ولكن كي ناخذوا المروج مش معناها الطبقه لاباس عليهم وكذا، ولكن احنا من قبل حتى الازمات من قبل الثوره ما نشريوش الزيت المدعم خاطر ديما مفقود، موش جديد، ولذا المواطن مسكين يسخ. مواطن كي نقول مواطن نقصد الكل، ولا خاطر كي نقولوا 80% ال 20% ما نحكيوش عليها، برا 30% ما نحكيوش عليها. مع الاغلبيه. الاغلبيه ما مسكين. ما تحكيش عليه هذاك زيت الحاكم. ماهوش موجود جدا. عندنا قداش من عام من بالمجده فوق الخمسه سته سنين، ماهوش قديم، ما عادش زيت الحاكم، فهمتني؟ ماهوش موجود، ما عادش نحكيو عليه جمله نسيناه، فهمتني؟ بقاو كزيت صافي، زيت هيك عبيد الشمس. ما نشريهوش. تستهلك في زيت الزيتون؟ لا ما نشريوش زيت المدعم هذا، خليه له موما و باش تستعمل مال زيت الزيتون؟ لا لا، زيت الزيتون اللي قال لك وزير هذاك غالي. لا لا، اللي قال هذاك وزير الفلاحه سمير بالطيب التونسي مش ياكل زيت الزيتون، قول له ارجع لقبل راه ناكلوا كان في زيت الزيتون. والتونسي يستهلك زيت الزيتون، ما زيت الزيتون في بلادنا كاحنا منتج الواحد يلزم يتر زيت الزيتون ما تفوتش ال 10000، خاطر احنا منتجين ولاحد. اللي بشكلوا الفرنسيس هما اللي ناكلوها احنا ب 10000 و 8000 زيت زيتون. خيرنا ماشي لغيرنا. خيرنا ماشي لغيرنا. شكون قاعد يستغل في المواطن؟ فئة معينة، فئة معينة خاصة تستغل، ولكن الرئيس قديش منه يعني، قديش منه يعني، قاعد شوف فيه يعني يدخل يوميا للمساجد اللي يعمل هكا، ولكن الناس هذوما الله الا ما نفع ربي، الناس هذي ماهيش يعني يحبوا ياكلوا لهم، هما يحبوا يلموا لهم، هما يحبوا يعملوا دوله وحدهم، ما نعرفش كيفاه، الفلوس موجوده ولكن هم يحتكروا فيها، فلوس ومنتوج وكل شيء يحتكروا فيه فئه معينه من التونس. وبعد الثوره ازدادت اكثر. من كانت ناس مش معروفه بركه، ولات ناس اثرياء في ظرف 10 15 سنه، اثرياء اثرياء من الح... من الح... من, الح... من الاحتكار هذا. والتعب فيها تونس، علاش المجازر يعني مسكره؟ عليه؟ يعني نحن احوالنا احوال الشعب، بلادنا بخير، منتوجنا بخير، عدنا، ولكن مهما توصل مهما تغلي مهما تغلي يا خي، ما وصلش كله علاش ب 45 دينار.
اليوم الازمات اللي قاعده صايره في هذه معناتها ازمات المواد الاساسيه، هل هي معناتها في ظروف طبيعيه مربوطه بالظروف العالميه، والا ثم شكون يفتعل فيها وثم شكون يقف وراها؟ بالنسبه للمواد الاساسيه اللي تقولوا على الحليب والسكر ولا هي قولوا ازمه عالميه، هي مزيد اللهفه نتاعنا احنا برشا غدا، في تو نورمالمون ياخذ الحليب ياخذ باكو حليب يجي ياخذ زوز ثلاثه، هي كان يجي كل واحد ياخذ باكو حليب كل يوم راهي ماشي، السكر موجود الواحد هي ما ازمه يفتعلوا فيها عباد، يفتعلوا فيها عباد بالعاني، اما هي كل شيء موجود عندنا وما فماش حتى واحد بيت بالشر، والناس كل من العصافير وتزقزق ولاباس وماشيين في الثنيه صحيحه. سيبوا الراجل خلي يخدم. اليوم الشبكات اللي حكي عليها رئيس الجمهوريه قيس سعيد واللي قال تعمل في وجهه للزيت هذايا اللي هو نورمالمون معناتها الاصل نتاعو استهلاك وليس معناتها زيت صناعي. نجموا كما قال رئيس الجمهوريه نفكوا الشبكات هذه ونحاسبوها؟ ضروري لكن ثم امكانيه علاش لا؟ من الاولويات نورمالمون من الاولويات. يقول القائل لماذا لا تتم محاسبه هؤلاء معناتها علاش؟ المحاسبه تاع المجرمين اللي يعملوا في الاختفاء كما كي والمواطنين يشق ما يلحق مثلا نقعدوا بالشر بشهرين معطين على زيتنا واللي نجيبوا فيه من الجزائر دبوزه زيت 927000 25000 الدبوزه. الزيتونه هي بيده والمندوفر هو بيده، علاش يغلي؟ هي تحب تصدر انت صدروا حتى ب 100000 صحة وشفاء، أما المواطن ما تجوعوش، خاطر الزيت زيت التونة راهو هو الساس وهو اللي تحافظ به على صحة المواطن. اليوم المواطن لا خالط لا على زيت الزيتونة لا على زيت الحاج. لا خالط على هذا ولا على ذاك، حتى واحد، وهذه مأساة، مأساة، احنا نعيشوا توا في مأساة، وماشيين ريتا ترى الناس كل تقضي وناس أما في الواقع شنو اللي ناكلوا فيه؟ حاجة صحية ماناش ناكلوا فيها. مناش ناكلوا في حاجة صحية، أول شيء هو حتى الزيت المدعم ماهوش صح، المفروض ناكلوا زيت زيتون، المفروض بلادنا تنتج زيت يا خويا صدر ما يسالش، أما وفر لبلادك باش تحافظ لهم على صحتهم، جيت تعطيهم مدعم هو اللي يسبب في الكونسير، ريتم بكري نحكيو فلوس، أما تو باش نحكيو على الصحة، ألور أنت حتى ب 7000 ديجا مضر للصحة، وفروا له بدينار على الأقل باش يعيش يعمل تراي فطور وكذا. اما يا سيدي احنا بلاد تنتج زيتون وتسمع ما شاء الله بالاف الاطنان، الاف الاطنان مليارات، يا خويا في عود نجيبوا كراه بكتف وكات وخويا صحه وشفاء. اما قل لك ما تنجم تصدر الا ما تكفي اولاد بلادك. تكفي اولاد يعطيك الصحه، اعطي يا خويا مسكين الزوالي ما عندوش حق في زيت زيتونه. زيت زيتونه صحي هذا بالشهاده بالجميع معناها اهل الذكر واهل الاختصاص.